السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، ازاي تقدر تبعت صورة لأي حد على الواتساب من غير ما الصورة تفقد جودتها. كتير منا لما بيجي يبعت صوره مثلا او صور زميله او هو متصور هو وزميله وبعتها له على الواتساب، بتوصل الصورة عنده بتبقى ممكن تكون فيها شوية غامقة، شوية ممكن يكون فيها بلور، فيها بيبقى يعني مشاكل كتيرة في الصورة. بس اقول لك ازاي تقدر تبعتها من غير ما الصوره تقدر تفقد جودتها. اول حاجه انت بتفتح معايا التليفون بتاعك كده، وبتروح عندك على الملفات، ملفات الجهاز نفسه، او تخش على الصور نفسها. عاوز تروح للصور بتاعتك مفيش مشاكل، عاوز تجيبها من جوه هيبقى افضل لك. انزل تحت كده شويه لحد ما توصل مثلا عند الصوره دي، بضغط عليها ضغطه طويله تمام لحد ما يظهر لي الثلاث نقط اللي موجودين فوق دول، تضغط على كلمه المزيد. بعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها الضغط او ضغط الصوره، بتبقى الزد اي بي وفي 7 زد اي بي، لا اختار اول واحده. بعد كده بتقول له هنا ضغط الصوره، هو كده عمل لك يعني ضغط للصوره بحيث ان هو حفظها لك في فولدر علشان الصوره تتبعت له، هو يبقى يفتحها من الضغط ده وعلى طول الصوره بتوصل له بنفس الجوده وبنفس الميجا بايت بتاعتها. ضغطه طويله كده علشان تقدر تعملها مشاركه، وبتروح عندك على الواتساب. بعد كده بتبحث على اسم صاحبك، او هو لو موجود عندك في القائمه اللي قدامك دي بتضغط عليها ضغطه كده او ضغط عليه ضغطه. بعد كده بتقول له هنا ارسال، قال لك انا هبعت له رساله اللي مكونه من اللي هي مضغوطه في الزد اي بي ب1.5 ميجا بايت، تمام مفيش مشاكل، قول له اوكي. تمام كده الصوره كده اتبعتت له، بس مجرد ما هو بيضغط عليها طبعا عشان انا بعتها له المفروض هو يستقبلها علشان يقدر هو ينزلها من عنده، بس هو لما يجي ينزلها من عنده هتظهر معاه بالشكل ده كده. لو جيت تضغط على الفولدر او الملف هتلاقي الصوره موجوده فوق، تقدر تفتحها عادي او تفك الضغط بتاعتها. هتقول له هنا فك الضغط، هتلاقي الصوره معاك فتحت وبنفس الجوده، ما قللش منها ميجا ولا زاد لها ميجا، هي نفس الجوده بتاعت الصوره بتاعتنا. وبكده انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. الشرح ده تقدر تطبقه كمان على رسائل الماسنجر، بحيث انك تبعت رساله على الماسنجر برضو جوده الصوره ما تقلش. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسانيش سبسكرايب للقناه، تفعل زر الجرس، تعمل لايك. اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه.